لو سمحت عاوز اكشف كشف مستعجل. الدكتور سهام عز الرجال. سهام عز الرجال. الحقني يا يوسف. ما بقاش قدامنا غير 12 يوم. وانت خاطبني ليه؟ عشان تاخدني كوبري سهام؟ ايه ده؟ ده قلبي مش مرتاح لك. تعالى لي. انها حقا عائلة سعيدة. نعم حقا. هوبا. انت قفش بطل مع واحدة. لازم تفرسيني. الحمد لله على السلامة يا معلم. ما بقتلش نسوان، كنت قتلتك يا سهام. كده يعني هتخش الجنة؟ بجد الموضوع ده ما بقاش مقبول أبدا. ما نبقى نظبط، معلش. عايز تسيبيني أنا عشان هو بيمسك نورة؟ مش فاكر هنا تاني، ماشي. وراح؟ أنت هتعمل إيه؟ والله العظيم أنا قلت إن أنت بتكذب يا أستاذ يوسف. بس هو قال إن هو بيحب المناخير. الطلعة الجاية هقتلك اثنين بسعر واحد. يا يوسف! تعالى كده بقى محمود. ثانية واحدة. هو مش من معجبيني بس ده خطيبي. خطيبك؟ تاكل السكالوب. يلا بينا هوب السكالوب. انزل يلا. انا دكتور. انزل. حاضر. انا واحد هيموت بعد 14 يوم. لا يا محمد بقى 13 بس. خسرتنا. انا بتحط في حوار انا مش انت بتمشي يا حاج. كشف مستعجل بدءا من الجمعه 16 رمضان على قناه مصر الاولى.